ايه مثل ما قلت لك بدنا نبيع بسرعه حتى لو بنص حقها. بقصد ما ترخي بدا. ماشي اتفقنا. يلا سلام. لتزبط البيعة بدكم تفتحوا عيونكم كتير منيح، عين على هالختيار وعين لبرا، وأي شي بيصير معكم بتخبروني. أكل معلم. مين عم يدق على الأرض هلا؟ هدول أصحاب الفيلا بتصلوا كل يوم بهالوقت ليطمنوا، إذا ما رديت بدي شغل بالهم، يمكن يشكوا إذا صار شيها. ترد عليهم نظامي وبتحكي معهم مثل كل يوم، واي كلمه برا الطريق ما راح تلحقتهم الثاني، عم تفهم؟ بس ما تنبوس شوي لاعرف احكي. الو اهلين يا بيك. ما في شيء، بس كنت عم بشتغل برا لهيك طولت لرديت. كله تمام على حطت ايدك. تامر الله خلينا اياك. الله معك، مع السلامة يا بيك. جدع يا ابو وليد، هيك بدي اياك. بس الله يصلحك، كنت سلم لنا عليهم. ايه ياسمين، طمنيني، كيف الشغل؟ ماشي حبيبتي. بشوفك بالكافيه. فيني افهم ليش هيك عم تطلعي فيني؟ ابدا، بس كأنه كتران القرص والناموس ببيروت. هلا شو بدك؟ ما في شي، بس البنت جهزت الاكل اذا بتحبي تاكلي. ما بدي اكل، طلعي واتركيني بحالي. براحتك. لك يا رفيق، انت متاكد من الاخباريه؟ لك ماني شايف حدا هون. طبعا سيدي، المعلومات اجتنا من مصدر موثوق ومن بيناتهم. قلت لي مصدر موثوق ما؟ ولك هذا كمين يا رفيق. مقدم رافع، لا تفكر تخاوم. نحن محاطين المكان من كل جهة. سلم سلاحك انت وجارك. سلم احسن ما اطلع جيبك بايدي. رفيق، قرب لي شوي شوي على الشباك وشوف لي وين واقفين بالضبط. يبدو شايفيننا وشكلهم منتشرين كتير منيح. عمليات عمليات حول. عمليات عمليات حول. طلع يا زنديق، هاد يومك اليوم، حق عليك القصاص انت واللي معك. اطلع سلم حالك، ما في مهرب. سيدي، معقول تكون نهايتنا هون على ايد هالاندال؟ شباب، مين البطل بده يتبرع ويطلع لبرا ويستكشف لنا الاوضاع؟ انا يا سيدي. هذا يا سيدي. انا سيدي. انا سيدي. فواز اطلع.
تسلم ايدك يا خالد. بعون الله تم دعس اول كلب بيناتهم والباقي على الطريق. شدوا حمتكم يا رجال. اسمعوني منيح يا شباب، اذا الله كاتب لنا نستشهد فلا اعتراض على حكمه، واذا بدنا نموت خلونا نموت ونحن واقفين ونحن رجال، كل واحد من عنا بعشرة من عندهم، والطلعة الأخيرة لازم تكون من عنا، مفهوم؟ يا حبيبي. ألو، كيفك حبيبتي؟ رافع ما عم بسمعك، ليش عم تحكي بصوت واطي؟ أنا بالشغل. وين أمار؟ ليكا جنبي. أعطيني إياها. حبيبي حاسستك مو طبيعي، فيك شي؟ لا لا ما فيني شي، أعطيني البنت. طيب ماشي. أمورة حبيبتي تحكي مع البابا. ألا بابا. يا روح بابا، بتحبيني؟ إيه. شوي ولا كتير؟ كتير. وأنا بحبك كتير. ليكي بابا، بدي إياكي تكبري وتصيري بنت شطورة وتتذكري قديش بابا رافع بحبك. إيه؟ بابا حجيب لي تيس البومبو بس تسجل؟ طبعاً بابا طبعاً، مثل العادة. أعطيني ماما وينها؟ ماشي. يا حبيبي منى، إذا ما رجعت بدي إياكي تديري بالك على حالك وعلى البنت منيح، وبدي إياكي تحكي لها عني قديش أنا بحبها. منى أنا بحياتي ما حبيت حدا غيري. رافع شو في؟ أنت وين؟ ألو ألو. عمليات 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 عمليات. سيدي ما حدا عم يرد. خلص لا بقى تحكي مع حدا، اسمعني منيح. رح أطلع لبرا أنا وحاول فجر فيهم قد ما فيني لحتى أفتح لكم ممر وتهربوا، بس تسمع صوت الانفجار تنفذوا برواحكم، فهمت؟ سيدي بوس إيدك، أي واحد فينا إلا أنت. رفيق أنا ما بفرق عن أي واحد فيكم، أصلاً هن بدهم راسي، وإذا طلعت لهم رح يلتهوا فيني مثل ما نبهتكم. ها بس تسمعوا صوت الانفجار بتنفذوا فوراً. يا سيدي. رفيق نفذ. حاضر. دهيلي. الله يحميك. حاجك بدراسك مثل هدول؟ هاد كله ما رح يفيدك. اطلع لهون ولا تعاند. قلت لك هاد يومك. رافع انا بعرفك منيح وبعرف قديش صرت عاتل منه. يا ما قلت لك سلم حالك، يا ما قلت لك انشاك من ضمن صفوفنا، وانت ما رديت، لذلك حق عليك القصاص. ابو عبد الله انا رح اطلع وسلم حالي، بس بدك تعطيني الامان. انا ما بعطيك شيء، سلم حالك في محكمه بتمت بامرك. أخيراً وحدي يا ضال.
في البحر. شو مو على اساس حجي؟ خسارتنا كبيرة يا شباب، ثلاث شهداء والرابع هو المقدم رافع. شو بدنا نقول لأهله؟ شلون بدنا نخبرهم؟ ما عم صدق إنه المقدم رافع راح.